السلام عليكم. الفيديو ده بنكمل توزيع الباسون او الباسون ديستريبيوشن كأحد التوزيعات الاحتمالية للمتغيرات المتقطعة اللي هي الديسكريت بروبابيليتي ديستريبيوشن. افتكر مع بعض كان هو ايه توزيع باسون، كان عبارة عن ايه. كانت الفانكشن بتاعته زي ما احنا شايفين هي عبارة عن ال f of x equal e أس ناقص لامدا، لامدا أس x على فاكتوريال x، والx كانت قيمها بتنحصر ما بين الزيرو والمالا نهاية. كان عندي العدد مرات تكرار التجربة لما بيتضرب في احتمال حدوث الحدث محل الاهتمام اللي هو n ضرب b، ده هيديني اللامدا اللي هي متوسط عدد مرات حدوث الحدث. اثبتنا في الفيديو السابق ان الـ expected value equal lambda، و الـ expected value for x square equal lambda square plus lambda، و ان الـ variance اللي هو sigma square equal lambda كذلك. وقلنا ان من خصائص هذا التوزيع ان التوقع بيساوي التباين بيساوي لامدا، واثبتنا ده كله من المومن، يعني اثبتنا ان التوقع والتباين بيساوي لامدا من المومنت جنريتنج فانكشن، وقلنا ان اثباتهم من الفانكشن العاديه موجود عندكم في الورق اللي صورتوه في المحاضرات أثناء بداية المحاضرات. عندنا بقى ناخد بعض الأمثلة على الباسون ديستريبيوشن أو توزيع الباسون. بيقول لي if average number of fires in one of the cities is 3 fires in months, find the probability of occurrence only one fire، يعني احتمال حدوث حريق واحد فقط. رقم اثنين عاوز at least one fire، يعني حريق واحد على الأقل. رقم ثلاثة one fire on the most، يعني حريق واحد على الأكثر. ورقم أربعة احتمال عدم حدوث أي حرائق خلال الشهر. طبعا زي ما تعودنا ان احنا بنطلع المعطيات اللي موجودة في المسألة الأول. الأول أشوف إيه اللي هو عطوهولي. هو ما قاليش غير معلومة واحدة، قال لي إن متوسط عدد الحرائق اللي بتحصل في الشهر بيساوي 3 حرائق، فبيبقى هو هنا إداني قيمة المتوسط. وإحنا قلنا المتوسط ده هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن الرمز لامدا. يبقى لامدا دي هي حاصل ضرب عدد مرات تكرار التجربة في احتمال حدوث الحدث محل الاهتمام. يعني كأنه هو هنا اداني ان وبي، وانا لما ضربتهم في بعض حصلت على قيمه لامدا اللي هي ايكوال 3، فهنا لامدا ايكوال 3. طب يبقى لازم ان انا اعوض بقيمه لامدا في الفانكشن واخلي الفانكشن جاهزه عشان اقدر احصل منها على قيم اكس اللي هو هيطلبها مني. يبقى هنا الاول عملت شكل الفانكشن او وضعت شكل الفانكشن قدامي، فقلت ان الفانكشن اكس هي عبارة عن equal e اس ماينس لامدا لامدا اس اكس على فاكتوريال اكس، والاكس from 0 to infinity، وشلت بقى كل لامدا موجودة في الفانكشن وحطيت مكانها 3، فبقت اصبحت e اس ناقص 3 لامدا 3 اس اكس على فاكتوريال 3. ابتدي بقى اجيب المطلوب الاول اللي هو احتمال حدوث حريق واحد فقط، احتمال ان اكس ايكوال واحد اللي هي اف 1 يعني، او probability of x equal 1. probability of x equal 1 يعني هشيل كل اكس واحط مكانها 1. فانا عندي هنا في الفانكشن بتقول لي اي اس ناقص 3 3 اس اكس، واكس هنا بواحد يعني هتبقى 3 اس 1 على فاكتوريال اكس، واكس بواحد يبقى في على فاكتوريال واحد. لما اصفي المقدار ده هيطلع بيساوي 3 اي اس ناقص 3. المطلوب التاني بيقول لي احتمال حدوث حريق واحد على الاقل، يعني at least one fire على الاقل.
اقل يعني من واحد وانت طالع فوق، يعني من واحد لما لا نهاية. طبعا ما اقدرش اجيب من واحد لما لا نهاية، يبقى ايه الحل؟ الحل ان انا اجيبه بالاحتمال اللي هو المكمل او بالكمبلمنت. يبقى هنا اقدر اقول ان probability of x more than or equal 1 هي عبارة عن 1 ناقص probability of x equal 0. يبقى هنا بدل ما كنت بقى حط احتمالات كتير، طبعا دي موجودة ما لا نهاية مش هقدر احسبها، ما ينفعش غير اني اجيبها بالكمبلمنت. اشيل بقى كل x في الفانكشن واحط مكانها 0، وبعدين القيمة دي اطرحها من الواحد هيديني قيمة 1 ناقص e اس نيجاتيف 3. المطلوب التالت بيقول لي احتمال حدوث حريق 1 على الاكثر، يعني بالكتير 1، يعني هو ايه؟ عاوز 1 في اقل، 1 في اقل ده اللي هما 0 والواحد يعني. فاقول له probability of x less than or equal 1 هو عبارة عن probability of x equal 0 plus probability of x equal 1. هشيل كل x في الفانكشن واحط مكانها مرة 0، وهشيل كل x في الفانكشن واحط مكانها مرة 1. وانا عندي اللي انا حطيتها قبل كده بزيرو موجود او في المطلوب الاول اللي هو 3 اس اي اس سالب 3، هجمعه على قيمة ان probability of x equal 1 هيديني الناتج 4 اي اس ناقص 3. طبعا عندي بقى اخر مطلوب هو احتمال ان ما يحصلش ولا حريق، يعني بيقول لي احتمال او probability of x equal 0. probability of x equal 0 اشيل كل اكس واحط مكانها الزيرو، وانا جبناه في الخطوة التي تسبقها مباشرة اللي هو المطلوب الثالث. فهو طلع بيساوي كام؟ بيطلع طلع بيساوي اي اس سالب 3. example 2 بيقول لي if the probability of a person used his left hand in a society is 0.01 400 person has been selected randomly find probability of x more than or equal 4 we عاوز expected value for x. ايه المعطيات اللي هو اداهاني هنا؟ هو قال لي احتمال ان الشخص يكون عاصر او بيستخدم يده اليسرى، يعني اللي هو 1 من 100، واختاروا 400 شخص بشكل عشوائي من المجتمع ده وعاوز بعض المطالب. فعندي هنا طالما عندي 400 شخص كل شخص منهم هيشوفه بيستخدم يده اليسرى ولا بيستخدمش يده اليسرى، يبقى اذا هنا هيكون ان عندي بربعمية. طيب والبي اللي هو احتمال حدوث الحدث محل الاهتمام، ايه هو الحدث محل الاهتمام في المسألة دي؟ هو ان الشخص يكون يستخدم يده اليسرى. يبقى اذا هنا وهو اداني البروبابيليتي بتاع المطلوب ده، يعني اللي هو يكون اعصر او بيستخدم يده اليسرى، اداهوني ب 0.01. يبقى لما اضرب ان تايمز بي هيديني اللامدا اللي هي متوسط عدد ايه حدوث هذا الحدث، هو متوسط ايه عدد مرات حدوث الحدث محل الاهتمام. نكمل. فهنقول ان هنا طبعا الفانكشن لما عوض بقى بالقيم اللي هو عطاني عشان احصل على المطلوب الاول اللي هو probability of x more than or equal 4، هلاقي ان اكبر من او بيساوي 4، يبقى من 4 وانت طالع لحد ما لا نهاية، فده كتير جدا، فلازم اجيبها بالكمبلمنت او بالحدث المكمل. يبقى probability of x more than or equal 4 هي عبارة عن 1 minus probability of x less than 4. يبقى اجمع بقى احتمال x بتساوي 0 زائد احتمال x equal 1 زائد احتمال x equal 2 زائد احتمال x equal 3، وكل ده بعد ما اطلعه اطرحه من الواحد يديني الاحتمال اللي هو طلع. المطلوب التاني بيقول لي اوجد الاكسبكتد فاليو بتاعت الاكس. طبعا احنا عارفين ان البوسون ديستريبيوشن التوقع بتاعه الفاريانس الاتنين ايكوال لامدا، يبقى هنا على طول، ولامدا احنا حسبناها فوق خالص في المعطيات، هي عبارة عن ايه؟ حصل ضرب ان في بي،
يبقى اقول له هنا الاكسبكتد فاليو بيساوي ايه؟ لامدا بيساوي ان بي بيساوي 4. لو طالب الفاريانس برضو هيساوي 4 نفس الشيء. مسائل مباشرة وسهلة جدا. الاكزامبل التالت بيقول لي 2000 people has been vaccinated against one of the diseases. If the probability of bad reaction is 0.001, find the following probabilities. A bad reaction for 3 people, a bad reaction for 2 people on the most. يعني في شخص طعمه 2000 شخص بمصل ضد مرض معين، وإذا كان احتمال إن أي شخص من الأشخاص دول يعاني رد فعل سيء، يعني يتعب بعد ما يتناول هذا المصل، بيساوي 1 من 1000. يوجد احتمال إن يحصل الرد الفعل السيء ده لثلاثة منهم، أو احتمال إن يحصل رد الفعل السيء ده لشخصين على الأكثر. هنا برضو بنطلع المعطيات اللي موجودة قدامنا. هو قال لي إن في 2000 شخص تم تطعيمهم، يبقى اذا كل شخص منهم اما ان هو يعاني من رد فعل سيء او لا يعاني من رد فعل سيء. يبقى ده الان بتاعي ب2000، وعندي الاحتمال ان الشخص يعاني من مضاعفات، يعني هو عطوني قال لي ان هو 1 من 1000، هو ده الحدث محل الاهتمام، هم عايزين يشوفوا هل هيعاني من رد فعل سيء ولا لا. يبقى هنا اقدر احصل على المتوسط اللي هو الاكسبكتد فاليو، عباره عن ايه؟ لامدا اللي هو حاصل ضرب ان بي، لما اضربهم الاثنين هيطلع ايكوال تو. نعوض بقى في الفانكشن. هو عاوز المطلوب الاول احتمال ان الاكس ايكوال 3، يبقى هشيل كل اكس في الفانكشن واحط مكانها ايه؟ 3. ده طبعا بعد ما اكون عوضت عن كل لندا في هذه الفانكشن بكام؟ بالرقم 2. طبعا بعد ما اصفي كل الكلام ده هيديني 4/3 مضروبة في اي اس سالب 2. المطلوب التاني بيقول لي احتمال ان يكونوا شخصين على الاكثر هما اللي ايه يعانوا من مضاعفات بعد تناول المصل. طبعا ده هنجيبه ازاي؟ من على الاكثر يعني احتمال ان الاكس لزا ايكوال 2، لان اقصى حاجة عندنا هو 2، فاتنين في اقل. طيب يبقى اذا ممكن ان انا اجمعهم على طول واقول احتمال ان الاكس اقل من او تساوي 2 بتساوي احتمال اكس بتساوي 0 زائد احتمال اكس بتساوي 1 زائد احتمال الاكس بتساوي 2، واعوض عن كل فانكشن فيهم ب لامدا ايكوال 2 والاكس على حسب القيمة. لو هي بزيرو احطها بزيرو، لو هي بواحد احطها بواحد، لو هي باتنين احطها باتنين، واطلع النواتج بتاعة الفانكشن دول، وهيطلع معايا في الاخر ان البروبابيليتي ده المطلوب في او المطلوب في رقم 2 هو بيساوي 5 مضروب في اي اس سالب 2.